بتعمل ايه لو الزمالك كسب الدوري؟ يا اول حاجه يعني دي احنا بنتكلم النهارده ان الزمالك يستحق الدوري ولا ما يستحقوش، لا هو فار ولا حد جاملنا في حاجه ولا حد فوت لنا، احنا خدنا الدوري ونستحقه، تعبنا واجتهدنا وكان عندنا الحافز الاكتر من لعيبه الاهلي في الدوري، الحمد لله احنا نستحقه. هنعمل ايه؟ دي بقى لعيبه يعني احنا كزملكاويه حتى لو بناخده كل 6 سنين حتى لو بناخده كل 7 سنين بنبقى فرحانين بيه، سواء نادينا خد الدوري او ما خدوش احنا ورا النادي. الزمالك عنده رغبه اقوى، الاهلي واخد بطولات كتيره وحقق بطولات كتيره واللعيبه تعبت مطشه بره ومطشه هنا، اللياقه البدنيه بتاع الاهلي برضه قلت عن الاول، فانا حاسس كده ان الزمالك يعني هو عنده دافع اكبر انه بقاله كتير ما خدش بطولات من 2016 لحد النهارده 2021، فلو خد بطوله الدوري دي هيبقى ليها طعم تاني بالنسبه لنادي الزمالك. نحتفل بقى انا واصحابي، نخرج نشوف هنعمل ايه. هتعمل ايه لو الزمالك خسر الدوري؟ مش عارف، بس انا ممكن اتعب، انا ممكن اموت فيها، اكون مبسوط طبعا، بس انا اتمنى الزمالك يكسب عشان ابويا يكون مبسوط اكتر من اكون انا مبسوط. هي هتبقى فرحه كويسه جدا بالنسبه دلوقتي النتائج اللي حصلت ما بين الاهلي والزمالك، الفرق دلوقتي اللي ما بينهم هتبقى فرحه كويسه جدا، وبالنسبه لان الشعب المصري 80% منه بيشجع النادي الاهلي هيفرح مصر كلها. عادي زي كل سنه زي ما بنعمل، ده هم المره دي هم اللي هيشقلبوا الدنيا عشان خدوا الدوري، بس الدوري على فكره لسه في الملعب، هم عندهم ماتشات صعبه. هنزعطس ونسهر شويه يعني. هنزعطس ونسهر مع اولادي واحفادي شويه. هبقى اكيد فرحان جدا طبعا، بس هو صعب، صعب ان الاهلي يفوز بالدوري. خاصة في ظل ان الزمالك متقدم حاليا بفرق 4 نقاط، فعشان الاهلي يفوز بقى يعني صعب شويه.